عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز اليوم اجتماعا استثنائيا لمناقشة الهجوم الذي شنته مجاميع خارجة عن النظام والقانون وتابعة لكتائب أبي العباس، والذي استهدفت من مواقع تمركزها بقلعة القاهرة والأمن السياسي، مقر البحث الجنائي وإدارة أمن المحافظة، وعلى مناطق متفرقة من حي المرور، وأسفرت عن استشهاد جندي من منتسبي الشرطة العسكرية ومواطن وإصابة العديد. وأيضا لمزيد من الأحداث وأيضا لمتابعة أجد التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف وكيل محافظة تعز عبد القوي المخلافي. سيد عبد القوي، ما هو موقف السلطة المحلية بمحافظة تعز من الأحداث التي شهدتها المدينة يوم أمس، وأيضا الذي استهدف خلالها مسلحون خارجون عن القانون عدد من مؤسسات الدولة؟ تفضل. طبعا كانت السلطه المحليه مبادره لتشكيل لجنه لاحتواء القضيه. هذه اللجنه تمثلت بالدكتور عبد الحكيم عون وزير المحافظه ومدير الشرطه ومدير الامن السياسي واخرين لاحتواء القضيه وتشكيل لجنه للتحقيق في الاسباب التي ادت الى القضيه وضبط المتسببين والمهاجمين لمؤسسات الدولة. وحصل اليوم لقاء مع اللجنة الأمنية والسلطة المحلية للتنسيق بهدف دعم وتعزيز الأمن والاستقرار وحل الإشكالات الأمنية ومعالجة مثل هذه الاختلالات. وكان من ضمن أهداف لقائنا اليوم هو أيضا تفعيل مؤسسات الدولة. نعمل جميعا كفريق واحد، سلطة محلية ولجنة وأجهزة عسكرية وأمنية وايضا احزاب سياسيه، الجميع نشتغل من اجل تعز ومن اجل استكمال تحرير تعز ومن اجل تنسيق امن واستقرار تعز ومن اجل تفعيل مؤسسات تعز ومن اجل تحويل تعز لتكون نموذج ان شاء الله في ظل الدوله الاتحاديه القادمة إن شاء الله. نعم سيد عبد القوي، اسمح لي يعني بعد هذه اللجان التي تم تشكيلها وأيضا تواصلكم مع الجهات المعنية، أليس هناك تواصل أيضا مع الحكومة الشرعية ومع الرئيس هادي تحديدا لضمان عدم تكرار ما حدث يوم أمس؟ أيوة بالفعل، حملت رسالة لرئيس الجمهورية ولجولة رئيس الوزراء أيضا، هذه الرسالة وجهت من اللجنة الأمنية والسلطة المحلية، فصلت فيها أسباب الإشكال الذي حصل، ونعتبره إن شاء الله أنه يكون آخر إشكال وآخر اختلال، خاصة وأنه قد اتفقنا اليوم في كموقف واحد وقرار واحد سلطة محلية ولجنة أمنية على أن نكون جميعا يد واحدة في تجريم أي عمل يخل بالأمن والاستقرار وأي عمل يكون خارج القانون أو خارج مؤسسة الدولة، تجريم أي مسمى خارج إطار الجيش، تجريم أي عمل احترام المؤسسة العسكرية والأمنية وعدم تجاوزها. اتفقنا على قضية تشكيل لجنة لزيارة السجون بالوحدات العسكرية سابقا قبل ما نفتح السجن المركزي كان هناك عدة سجون، شكلت لجنة برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الأمن والدفاع ورئاسة الأجهزة الأمنية المختلفة زيارة هذه السجون. نعم. وأخذ كل الذين المسجونين إلى السجن المركزي ويخضع الجميع للجهات الأمنية المعنية سواء كان بحث جنائي، نيابة، ايضا الامن العام والشرطه العسكريه بما يخص افراد الامن الجنائي. نعم سيد عبد القوي، يعني سيد عبد القوي قبل ان اختم معك من خلال هذا المنبر، ما هي رسالتكم للتحالف وايضا للحكومه؟ رسالتنا للتحالف، اولا نشكر التحالف العربي برئاسه المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات العربيه على موقفهم مع الوطن ومع الشرعيه، ونشكرهم ايضا بمساندتهم للشرعيه ومسانده اقول تحرير تعز والمحافظات الجنوبيه قبل تعز، وندعوهم انه حان الاوان ان شاء الله لاستكمال تحرير هذه المحافظه التي ستمثل ان شاء الله اقول مخزون يعني، وسيظل الجميل للاخوه في التحالف. هذا تحرير تعز هو تحرير للوطن ككل، لان تعز نعتبرها هي
قلب الوطن كامل وهي حاملة المشروع الوطني. رسالتنا لدولة رئيس الوزراء للحكومة، نحن التقينا قبل أيام مع دولة رئيس الوزراء أحمد بن داود، ووعدنا إن شاء الله في زيارة مقبلة في الأسابيع القادمة مع الحكومة وعقد لقاء، وهناك اهتمام خاص من الحكومة لدعم لدعم الأمن ولدعم الإعمار ولدعم المؤسسات يعني كموازنة تشغيلية، وأيضا ندعوهم لسرعة تسليم رواتب الموظفين تعز بحسب القرار، أنها كونها مدينة محررة مثلها مثل بقية المدن المحررة أبناء تعز ربما تحملوا وعانوا خلال سنتين من الحصار، فالواجب على السلطة الشرعية أن تفي معهم، لأنهم أول من بادروا دفاعا عن السلطة الشرعية لصد الميليشيات الانقلابية. ضحت تعز ما لا تضحيه بقية المحافظات اليمنية ككل، ضحت بما يزيد عن 5000 شهيد، ضحت بأكثر من 20000 جريح، هناك كثير من الذين أصيبوا بإعاهات يعني مستدامة، كثير من لابد من الوفاء من قبل السلطة الشرعية الممثلة برئيس الجمهور عبد الرب منصور وبالحكومة وأيضا التحالف العربي. نعم الدكتور عبد القوي المخلافي وكيل محافظة تعز كنت معنا عبر الهاتف، شكرا لك. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار.